قد تستمر التحديات المسائية في أول أيام هذا المهرجان، مهرجان سمو ولي عهد دبي المقام في أرضية ميدان المرموم، حيث أعلنت انطلاقة جديدة لتاسع أشواط الحقائق في هذا المساء الخاص بالأبكار. نسير مشاهدين الأعزاء لدى هذه الانطلاقة وناتي بالوصل للعشر المراكز المتقدمة خلال هذا الانطلاق. مقدمة هذا الشوط المركز الأول مطفية، تأتي على المركز الأول حمد بن خليفة بن حريب الشامسي ياتي ليقود المسار. ننتقل الى المركز الثاني وديان حمد بن عبد الله بن علي بوهليبة، بينما المركز الثالث فتاتي ايضا هناك بشعار مبارك بن السيل بن مبارك الاكتبي ياتي ايضا مع المركز الثالث. ننتقل الى المركز الرابع حيث تتواجد الهدى لسعيد بن عبد الله بن سالم السعدي. المركز الخامس هنا تتقدم من الجانب الاخر، تاتي ايضا الزود احمد بن سالم احمد بن سعيد بن سالم العمرياتي في هذا الانطلاق. ننتقل ايضا مشاهدين الاعزاء الى من تدخلت في المركز الخامس، هذه هي قادة احمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي ياتي في خامس المراكز خلال هذه اللحظات. المركز السادس العبور غاسي بن سالم بن سعيد المشاخي، بينما ننتقل الى المركز السابع فهي ايضا مهدية فهد بن علي بن مفتاح الشامسي. المركز الثامن مخيفة خالد بن مبارك بن سعيد الوهيبي. المركز التاسع تتقدم فيه ايضا حفلة علي بن محمد بن سالم اليحافي. والمركز العاشر تاتي ايضا مشاهدين الاعزاء قزوة السهيل بن سعيد بن حربي العامري، ينضم الى دائرة العشر المراكز المتقدمة في اول لداء لهذه الاسماء والمراكز الاولى خلال هذا الانطلاق. نعود الى المقدمة، نعود الى الزود، الزود احمد بن سعيد بن سالم بن راشد العمري ياتي مع انطلاقة الزود ليقود المسار بوجود الزود. المركز الثاني وديان، تتقدم وديان حمد بن عبد الله بن علي بوهليبة ياتي في المركز الثاني خلال هذا الانطلاق. تدخلت ايضا سلايل سالم بن فهد بن براك بن فهد يقدم انطلاقة سلايل، بينما المركز الرابع فهذه هي انطلاقة ايضا ووجود غزوة سهيل بن سعيد بن حربي العامري يقدم غزوة في هذا القزو المكثف من الابكار الحقايق. ننتقل الى المركز الخامس لتتواجد غادة احمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي ياتي بانطلاقة ووجود غادة، بينما المركز السادس من الجانب الاخر وصلت العبور غاسي بن سالم بن سعيد المشايخي يقدم انطلاقة العبور، ولكن تسلل قوي وانطلاق مثير من مطيلة محمد بن سيف بن منينة الشامسي ياتي في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع الكبير وصول خطير ايضا مع انطلاقة ووجود غزوة السهيل بن سعيد بن حربي العامري. وصلت مخيفة، مخيفة خالد بن مبارك بن سعيد الوهيبي ياتي بانطلاقة مخيفة، تدخل سريع للقائمة ضقة، هذه ضقة ضقة صالح بن مطر بن ضابط الدوسري ياتي بانطلاقة ضقة ووصول على المركز التاسع من طيفة سيف بن سلطان بن حدي الكتبي. هذه هي عفوا ايضا تاتي عوايد حمد بن تعيب بن يمعه الدماني ياتي ايضا في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع منضمة الى المركز السادس خلال هذه اللحظات. ياهي معركة مع الحقائق. العودة الى مقدمة الشوط، هذه الزود، الزود احمد بن سعيد بن سالم العمري يقود المسار بانطلاقة الزود المتقدمة والمعلنة ايضا بان لديها الزود في الامتار الاخيرة من خلال هذا الانطلاق والابداع. تدخلت سريعا الكيلو متر الاخير بوابة الانتصارات وملامح الناموس، تاتي مع هذا الكيلو بينما تاتي قادة احمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي كذلك الوصول مع انطلاقة مشكورة في هذه اللحظات. علي بن كليويث بن عبود بن خيره الدرعي ياتي في هذه اللحظات منضما الى مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني العمري، ثالثا بن حاسوم. ياهي معركة ما بين
الحقائق. أسماء قادمة وصلت في هذه اللحظات. سلايل سلايل سلايل، سالم بن فهيد بن براك بن فهيد يتقدم مع سلايل، ولكن العودة العودة أيضا من جديد مع زود الزود. روح يا العمري خلاص، آمال عمانية مع العمري تنطلق بوجود الزود. أحمد بن سعيد بن سالم العمري يقود المسار في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع. بن حاسوم يتحرك كذلك أيضا مشكورة. علي بن كليويث بن عبود الدرعي ياتي أيضا، ومن الجانب الآخر عوايد عوايد، هذه عوايد تتقدم، هذه عوايد تتواجد لتنطلق. حمد بن تعب بن يمعة الدهماني على مقدمة هذا الشوط، ولكن الله ضقه ضقه. صالح بن مطر بن ضابط الدوسري في اللحظات الأخيرة، يا هي معركة طاحنة ما بين الثنتين ما بين الثنتين، ولكن المقدمة غيرت إلى الصدارة ضقه. صالح بن مطر بن ضابط الدوسري المركز الثاني عوايد، حمد بن تعب بن يمعة الدهماني المركز الثالث، كانت أيضا بالانطلاق وبالإبداع. أمطيلة لمحمد بن سيف بن منينة الشامسي، والمركز الرابع كان أيضا للانطلاق بوجود غادة لأحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي، والمركز الخامس هو الوصول والانطلاق أيضا، حيث كانت أيضا بالانطلاق وبالإثارة الزود أحمد بن سعيد بن سالم العمري. هذا الشوط ومساره، هذا الشوط وانطلاقه المميز لتاتي مشاهدين الأعزاء هنا بالانطلاق الأخير مع اللحظات الأخيرة. ست دقائق خمس ثواني سبعة أجزاء من الثانية كانت صاحبة المركز في هذا الانطلاق وبهذا الإبداع القوي خلال هذا الانطلاق. أيضا هذه هي أيضا ضقة صالح بن مطر بن ضابط الدوسري المركز الثاني. ست دقائق خمس ثواني تسعة أجزاء من الثانية هي أيضا عوايد حمد بن تعيب بن يمعة الدهماني بينما المركز الثالث، فكان الانطلاق والإبداع بتسعة ست دقائق سبع ثواني وستة أجزاء من الثانية، حيث وصلت مطيلة محمد بن سيف بن منينة الشامسي. كان هذا الشوط ومساره وتواقيته الزمنية.